الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة شرح الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع على فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في أول فرض من فرائض الوضوء، وقلنا أن فرائض الوضوء 6 أشياء، هي النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا، يبقى 6 فروض، وغير ذلك مما لم يذكر فسنن. أي حاجة تخطر في بالك تاني، البسملة تلاقيها في السنن، تلاقي المضمضة في السنن، الاستنشاق في السنن، التسليس في السنن، تقديم اليمين على اليسار في السنن، كل الحاجات دي، إطالة الغرة والتحجيل في السنن، تخليل الأصابع في السنن، يبقى أي حاجة تزيد عن ذلك تبقى في سنن الوضوء. لكن دي لا يصح الوضوء إلا به، 6 أشياء لا يصح الوضوء إلا به. تكلمنا على النية وعرفنا أن النية لها معنى شرعي ومعنى لغوي، والمعنى الشرعي اللي هو نحن بصدده هو القصد المقارن للفعل أو أول الوجوب، وأول شيء واجب في الوضوء هو الوجه، فيبقى النية المفروضة في الوضوء هي النية مع غسل أول جزء من الوجه، لكن النية السابقة عن ذلك مع غسل الكفين دي سنة مش فرض، حتى تدخل الأعمال السابقة على غسل الوجه في ثواب العبادة. وكل هذا مبني على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن النية جاءت لتميز العادة عن العبادة، والإنسان لما بيقف قدام المية قد يقف أمام الماء للعادة، يعني يتبرد ويغسل نفسه وينظف نفسه، قد يقف أمام الماء عشان يعمل عبادة، فليميز بين العبادة والعادة، وليميز بين مراتب العبادات، بعضها سنن وبعضها فرائض، في أغسال سنن وأغسال واجبة، وفي وضوء واجب وفي وضوء سنة زي تجديد الوضوء، يبقى جاءت النية لتميز بين رتب العبادات وبين العبادة والعادة، وأن النية في جميع أعمال العبادات لا حقيقة ولا حكم ومحل وزمن ولا كيفية ولا شرط ولها مقصود حسن. تكلمنا على 7 نقاط بالتفصيل، ووقفنا المتوضئ بقى ينوي يقول ايه، ينوي يقول ايه نيته في قلبه. التلفظ عندنا مستحب كشافعية، ولكن محلها الاساسي هو القلب، بحيث انه لو خالف اللسان القلب انعقد ما في القلب، لان العبرة باللي في القلب. يعني لو واحد نوى يصلي بقلبه مغرب لكن تلفظ عشاء انعقد مغرب، العبرة بما في قلبك. يقول: فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، عند غسل اللي هو أول جزء من الوجه، رفع حدث. رفع حدث في كيفيات كتير، ان ينوي رفع حدث، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الوضوء مطلقا، أو فرض الوضوء، أو ينوي فرض الطهارة، لكن ما ينفعش ينوي الطهارة مطلق، لأن الطهارة مطلق نظافة. لكن لما ينوي وضوء من غير ما يقول فرض يصح، لأن لا يوجد وضوء إلا عبادة، لكن قد يكون هناك طهارة عادة، فلو قال نويت الطهارة مطلقا ما حددش إنها عبادة ولا عادة، يبقى ما تنعقدش نية، ميعة، تبقى نية ميعة، لأن الطهارة النظافة، قد يقصد ينوي النظافة وقد يقصد، فلازم لما يقول فرض الطهارة يبقى تنعقد، واخد بالك، فرض الطهارة لو قال طهارة مطلقا ما يتنعقدش، لكن لو قال نويت الوضوء مطلقا ما قالش فرض الوضوء صح، لأن ما فيش وضوء عادة وعبادة، هو الوضوء عبادة على طول بخلاف الطهارة. فهمت ازاي؟ وأحسن نية كما ذكرها الإمام النووي في المجموع في شرح المهذب، اللي هي النية اللي يقول لك ما تخرش المية،
تصح بقى على جميع الوجوه، ينوي استباحة الصلاة ورفع الحدث، يقول بسم الله نويت استباحة الصلاة ورفع الحدث، أو نويت الوضوء لاستباحة الصلاة ورفع الحدث. يا خبر عن النية دي، تسلك في الحديد. نويت الوضوء لاستباحة الصلاة ورفع الحدث، لأن ممكن تنوي برضو استباحة مفتقر إيه لوضوء. ممكن تقول نويت الوضوء لسجود التلاوة، يصح، لأن سجود التلاوة لا يصح إلا برفع حدث. ممكن تقول نويت الوضوء للطواف، تنفع، لأن الطواف لا يصح إلا بوضوء. يقول نويت الوضوء لمس المصحف، يجوز، لأن كل هذه الأشياء مفتقرة إلى رفع حدث. فإذا نويت استباحة مفتقر لحدث رفع الحدث، بقت نية قوية. ولكن لا يجوز نية رفع الحدث لدائم الحدث، لأن دائم الحدث اللي هو عنده انفلات ريح مستمر، بول نازل منه مستمر، حدثه مستمر، فما ينوي رفع الحدث والحدث مستمر تبقى نية ما تنفعش. فالأحسن ينوي استباحة الصلاة، ده لدائم الحدث. دائم الحدث يقول نويت استباحة الصلاة لبقاء الحدث الموجود. وممكن يقول نويت رفع الحدث، ويقصد بالحدث المنع المترتب، يقصد بالحدث المنع المترتب مش الناقد نفسه. فإن قصد المنع المترتب على خروج الحدث، المنع من الصلاة المترتب على خروج الحدث، لأن قد يطلق الحدث ويقصد به معاني كثيرة، قد يطلق الحدث ويقصد به حكمه اللي هو المنع المترتب عليه، وقد يقصد بالحدث اللي هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء اللي يمنع من صحة الصلاة، وقد يطلق الحدث ويقصد به الناقد نفسه اللي هو خروج البول، خروج الريح، مس الذكر، النوم غير الممكن، يبقى ده حدث برضه. يبقى الحدث عند الفقهاء بيطلق على اعتبارات ثلاثة: على الناقد نفسه كخروج الريح أو البول، ويطلق على المنع المترتب على الخروج الحدث، فهمت ازاي؟ ويطلق ايضا على الامر الاعتباري القائم بالاعضاء اللي هو ايه ان بنى عليه المنع. لان يقول لك الحدث هو امر اعتباري. ليه اعتباري؟ لانك لا ترى بعينك، ادي معنى اعتباري. يعني انت وانت متوضي بص لنفسك في المراية، طيب، وخرج ريح وبص لنفسك في المراية، انت شكلك هو هو، في حاجة حصلت في الشكل؟ ما حصلش حاجة في الشكل. لكن قبل ما تخرج الريح كنت ممكن تصلي، بعد ما خرجت الريح بقى ايه؟ بقى في شيء اعتباري على الأعضاء الواجب غسلها منعك من الصلاة، كأن الخروج الريح ده خلى الأعضاء اللي هتتغسل دي بقى ليها لون. فهمت ازاي؟ وجب عليك انك انت تزيل هذا اللون اللي انت مش شايفه. في بعض الناس اهل الكشف بيشوفوه، في بعض اهل الكشف كانوا يشوفوا يعرف على طول ده متوضي ولا مش متوضي، وده اهل كشف. لكن لا 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 ينبني على اهل الكشف حكم، لان ده نادر. ايوه مكتوبه في الكتاب، هنقراها الوقت. كل الكلام ده مكتوب في الكتاب، انا بلخصه عشان النهارده عايز اخلص غسل الوجه. يعني احنا النهارده هنكمل النيه ونخلص غسل الوجه، يعني هنقعد كده في الوضوء كده نعيش شويه في فرائض الوضوء، ناخد فرض فرض، عشان احنا عايزين بقى نتعلم الوضوء على مستوى سنك بقى، مش الوضوء بتاع الحضانه اللي انت عارفه بتاع زمان. انت خدته في كي جي 1 زمان او في قبل ما تدخل مدرسه، وما فكرتش تقراه بالتفصيل فعلا ازاي تحصل. فعيشوا بقى بطريقه الفقهاء اللي هم الكبار بقى، عشان تكبر مع الدين وتكبر مع الشرع. فهمت ازاي؟ فهناخد كل فرد في قعده، وكل قعده ساعه ونص يا دوب علشان تفهم غسل الوجه، عايزين ساعه ونص، لان وجهك ده شغلانه، ده فيه شغل كتير قوي، ده فيه عينتين وفي حواجب، ده فيه 17 شعر في الوجه. الوجه لوحده فيه 17 شعر، 17 نوع من الشعر. فشوف انت، ما نتناول بقى كل نوع ويتغسل ازاي، وامتى يجب ايصال الماء الى باطنه والا ظاهره، دي شغلانه عايزه قعده، مش كده برضه؟ لدرجة ان هم جابوا لنا النهار ينسونا عشان عايز اقعد.
فبنقول ايه هنا بقى؟ فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، ما ذكر اللي هو اول الوجه، وبعدين تنسحب النية على بقية الاعضاء، مش كده برضو؟ رفع حدث، شوف في الشرح يقول ايه، اي رفع حكمه، يبقى قدر مضاف هنا رفع حكم الحدث اللي هو المنع المترتب، مش كده برضو؟ حكم الحدث ايه؟ المنع المترتب على وجوده، انك انت صرت ممنوعا من ان تصلي، مش كده برضو؟ ترتب عليه منع، اول ما خرجت ريح او تبولت او دخلت تبرزت او مسست ذكرك بباطن كفك بدون حائل او نمت على غير هيئة المتمكن، يبقى ترتب على هذه الافعال منع حصل. يقول لك تقول له قوم صلي، يقول لك ما اقدرش اصلي، لازم اتوضى، ما اقدرش، يبقى منع. فهمت ازاي؟ يبقى ده الحدث هنا اي حكمه المترتب عليه اللي هو المنع المترتب على خروج الحدث. فهمت؟ اي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها، اللي هو كل مفتقر لايه؟ لوضوء، كل مفتقر لوضوء اللي هم ايه؟ الصلاة والطواف، سجود التلاوة، سجود الشكر، مس المصحف. يبقى دي خمس اشياء لابد منها من الوضوء علشان تعمل واحد فيها او تعملهم كلها بوضوء واحد. صلاة وطواف، لان الطواف له حكم الصلاة. الصلاة والطواف ومس المصحف عشان تمسكه وكذا حمله. وسجود التلاوة والشكر. وسجود الشكر الراجح انه ما يفتقرش. يعني سجود الشكر ما يفتقرش بخلاف سجود التلاوة. في اوجه يعني في سجود الشكر، لكن سجود التلاوة لازم تبقى متوضئ. اي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وان لم يقصد ذلك او لم يعرفه. ولو قال نويت رفع الحدث وما يعرفش حكاية المنع المترتب ولا تعريف الحدث ايه ولا الكلام ده كله، ينفع برضه. ينفع برضه. لنية العامي، الانسان العامي خلاص بينه، يقول نويت، بسم الله نويت رفع الحدث، الوضوء لرفع الحدث، تقول له ايه الحدث؟ يقول لك ما اعرفش بقى، اصل انا اتبولت يا عم الشيخ. ما يعرفش، يكلمك الكلام بتاع العلماء اللي هو مقسمه، لكن هو عارفها كده اجمالا، بس ما يعرفش يعبر عنها بتعبير العلماء. فهمت؟ اي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاه ونحوها وان لم يقصد ذلك او لم يعرفه. وتقدير المضاف المشار اليه اللي هو رفع حكمه، رفع حكم هو قال نويت رفع الحدث، قلنا رفع حكم الحدث، فقدرنا مضاف اللي هو حكم، مش كده برضو؟ وتقدير المضاف المشار اليه بقولهم اي رفع حكمه يعني حكم الحدث، انما يحتاج اليه اذا حمل، انما يحتاج اليه اذا حمل الحدث على السبب الذي ينتهي به الطهر. يبقى اذا استعملنا كلمة الحدث على السبب المانع اللي هو خروج البول او الناقد نفسه، يبقى نحتاج للمضاف ده. فهمت ازاي؟ فان حمل على الامر الذي يقوم بالاعضاء اللي هو الامر الاعتباري بقى الذي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، او على المنع المترتب على ذلك، يبقى مش محتاج لتقدير. يبقى الحدث هنا بيطلق على ثلاث اعتبارات، على المنع المترتب او على الناقد نفسه او على الامر الاعتباري القائم بالاعضاء. فهمت كده؟ فهمت؟ ما تحتاجش التقدير مضاف الا على الاعتبار الاول وهو ايه؟ حكم المنع. فهمت ازاي؟ ان اعتبار ان الحدث هو المنع المترتب مش الامر الاعتباري، المنع المترتب. فلو كان الحدث بمعنى المنع المترتب يحتاج لتقدير مضاف اللي هو حكمه، حكم المنع، رفع حكم المنع. لكن لو كان الحدث بمعنى الناقد نفسه ما احتاجش لايه؟ لتقدير مضاف. او كان الحدث هو الامر الاعتباري اللي قام بالاعضاء فترتب عليه المنع، برضه ما يحتاجش ايه؟ لتقدير المضاف اللي هو حكمه. اوعوا تناموا منه. سهله؟ طيب. أو على المنع المترتب على ذلك لم يحتاج إلى تقدير المضاف المذكور. والحاصل أن الحدث له إطلاقات ثلاثة. الحاصل أن الحدث عند الفقهاء يطلق على ثلاث معاني، يطلق على ثلاث معاني.
الأول السبب الذي ينتهي به الطهر، ما هي الأحداث التي توجب الوضوء؟ تسأل السؤال للمسلم، تقول له ما هي الأحداث التي توجب الوضوء؟ يقول لك خروج بول أو غائط أو ريح من قبل أو دبر، مش كده برضو؟ أو نوم على غير هيئة المتمكن، أو مس ذكر، أو مس بشرة امرأة. يبقى ده يبقى أطلق هنا الحدث على إيه؟ على الناقد نفسه. فهمت إزاي؟ على الناقد نفسه. يبقى السبب اللي هي الأسباب التي توجب الوضوء إيه؟ كذا كذا وكذا. فهمت إزاي؟ يبقى السبب اللي يوجب الوضوء يطلق عليه الحدث. دي أول إطلاق. واضح؟ الثاني الأمر الذي يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لما تبولت حصل إيه؟ لما تبولت ده يبقى إيه؟ انتقض وضوءك. يعني انتقض وضوئي؟ يعني لازم أغسل أعضاء معينة علشان أزيل المنع ده. يبقى كأن في حاجة تلبست على هذه الأعضاء محتاجة مية عشان تزيلها. يبقى ده إيه؟ الأمر الاعتباري اللي يقوم بالأعضاء. فهمت إزاي؟ الثالث يطلق على المنع المترتب على ذلك. المنع المترتب على ايه؟ على ما قام بالاعضاء. فلا يحتاج لتقدير المضاف الا على الاول اللي هو السبب. ومحل نية رفع الحدث في غير الوضوء المجدد. امتى ينوي محل رفع الحدث؟ لما يكون بيتوضى وضوء مش تجديد وضوء، لان اللي بيجدد وضوءه ما عندوش حدث اصلا، ده وضوءه صحيح، ده بيعمل تجديد وضوء. فهمت ازاي؟ يبقى ينوي رفع الحدث لما يكون بيتوضأ وضوء غير تجديد الوضوء، يعني وضوء عمل حدث فيه. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول ومحل نية رفع الحدث في غير الوضوء المجدد، لأنه ليس لرفع الحدث بل للتجديد. الوضوء المجدد ده للتجديد بس، ده سنة مش فرض. فلا ينوي المجدد رفع الحدث ولا الطهارة عن الحدث. المجدد وضوء ده ما ينويش رفع حدث لانه اصلا ما عندوش حدث، ده متوضى. فهمت ازاي؟ ولا ينوي الطهارة عن الحدث برضه لانه مش موجود حدث اصلا. وكذلك لا ينوي الاستباحة لانه مستبيح اصلا، ده ممكن يقوم يصلي من غير ما يتوضى. فهمت؟ لانه مستبيح للصلاة بدون الوضوء المجدد. ومحل نية رفع الحدث أيضا في غير دائم الحدث. محل نية رفع الحدث في غير دائم الحدث، لأن وضوءه مبيح لا رافع، مبيح للصلاة لكن مش رافع للحدث، لأن الحدث مستمر. نعم لو أراد رفعا مقيدا بالنسبة لفرد ونوافل صحت نيته. لو أراد رفع الحدث بنية المنع المترتب يصح وهو دائم حدث، لأنه يقصد بمعنى الحدث هنا المنع المترتب. فهمت ازاي؟ ما يقصدش المانع نفسه، يقصد المنع المترتب وليس المانع. فهمت؟ ايوه الناقد نفسه. يبقى في الحالة دي هتضطر حكم السبب ده ايه. فهمت ازاي؟ لو اطلقت الحدث على المنع نفسه يبقى خلاص مش محتاج اقدر، لو اطلقته على السبب يبقى محتاج اقدر حكمه اللي مترتب على وجود السبب. فهمت؟ سهل. ايوه. لا هو بيقسم التقسيمه دي كلها مش عشان يقول لك حاجه، علشان يعلمك كفقيه، واخد بالك ازاي؟ يبقى عندك الحس الفقهي. لكن ده انت ممكن تتوضى بسهوله قوي من زمان من غير ما يقول لك الكلام ده كله. ده هو هنا عايز يعلمك الحس الفقهي كفقيه. امتى تنضبط النية بالضبط كفقيه، وامتى لما ما يبقاش الحاجات دي متوفرة يبقى النية دي مهزوزة. فهمت ازاي؟ علشان تعرف تعلم الناس، لان انت كفقيه هتجيلك اسئلة كتير. واحد يقول لك انا اتوضيت يا عم الشيخ النهاردة وكنت متوضي ونمت وانا متوضي، وبعدين قمت قلت بسم الله نويت الوضوء لرفع حدث البول، مع ان انا لما قمت يا عم الشيخ انا ما تبولتش، ده انا قمت من النوم رحت متوضي على طول، فالحدث بتاعي كان نوم مش بول. بس انا لما اتوضيت
جه في بالي حكايه البول دي، فقلت نويت الوضوء لرفع حدث البول. وضوئي ده صحيح يا عم الشيخ ولا لا؟ فهمت ازاي؟ يعني هو نوى رفع حدث هو ما عملوش، وما نواش رفع حدث هو عمل. مش ممكن الاسئله دي تيجي صح ولا لا؟ استنى بس، السؤال ده مش ممكن يعرض عليك كفقيه؟ لو ما كانش فصل لك الامور دي كلها كده ما كنتش تعرف تجاوب، تتلخبط صح ولا لا؟ فهو لازم يفصل لك الامور دي كلها عشان تعرف تتصرف، مش علشان انت تعمل فوازير بقى في الوضوء بتاعك. لا، انت وضوءك خلي نيتك واضحه كده، لكن الحاجات دي كلها مهمه علشان ايه؟ الاسئله اللي بتيجي، وعلشان امور الناس كتير بيتفاوتوا في الفهم، الناس تتفاوت في الفهم، خدت بالك ازاي؟ فلازم تعرف التفاصيل دي كلها المتعلقه بالحكم عشان تصير فقيه، مش تصير عابد. انت ممكن تبقى عابد عبادتك صحيحه لكن مش فقيه، بانك انت بتتوضى الوضوء اللي انت عارفه بقالك 100 سنه. فهمت ازاي؟ ما انت عابد بتعبد ربنا ووضوءك صحيح وصلاتك صحيح، حد قال لك عيد صلاتك؟ صلاتك صحيح ووضوءك صحيح، لكن غاب عنك الاحكام دي كلها صح ولا لا؟ غايبه عنك. غيابها يخليك ما تبقاش فقيه، ما تعرفش تتعرض لمساله تفتي فيه. لكن لما تعرفها وتدرسها تصير فقيها، تقدر تقعد على كرسي زي ده وتقول للناس يا جماعه في حد عنده سؤال في الوضوء؟ بقلب جامد كده. يقوم الناس كل واحد يسالك، تروح تلاقي نفسك تعرف تجاوب. فهمت المساله بقى؟ وعلشان كده هو الكتب الكبيره دي معموله اساسا علشان ما تعلمش العابد تصحيح عبادته، تعلم الفقيه تصحيح فقهه. والفقه هو الفهم العميق. فهمت ازاي؟ او الفهم مطلقا على الاول زي ما اتكلمنا. يبقى ايه؟ عند ينوي المتوضع عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداثه، اي التي عليه، الاحداث التي عليه اللي هي الاسباب الناقضه للوضوء المانعه من الصلاه. فهمت ازاي؟ التي عليه، كان اجتمع عليه حدث نوم وحدث بول وحدث اللمس، فنوى واحدا منها، ولو وجدت منه مرتبه سواء نوى السابق او المتاخر، فان نوى غير ما عليه كان بال ولم ينم ونوى رفع حدث النوم، فان كان غالطا صح، او عامدا فلا، لانه يبقى متلاعب. ان كان غلطان صح وضوء، يعني نوى رفع حدث البول وهو ما كانش بال، ده هو كان نام. ان كان غالطا صح، لان اللي هيرفع حدث البول هو اللي هيرفع حدث النوم، هو وضوء واحد. فهمت ازاي؟ فيصح. لو كان عامد متعمد يبقى متلاعب، نقول له وضوءك باطل لانك متلاعب، والتلاعب في الشرع الشريف لا يصح، فنغلظ عليه الحكم لتلاعبه. انما لو كان غالطا او غير عامدا نقول له يصح، بال ولمس امرأة ونام، اخر حاجة عملها نام، قال نويت رفع حدث البول. فهمت ازاي؟ الاولاني خالص، وراح متوضى. لو كان عامد نقول له انت متلاعب. ايوه ما هو لو قال رفع حدث مطلقا خلاص صح، احنا بنتكلم على واحد مناكف، واحد مناكف لما جاي يتوضى قال نويت رفع حدث البول. فهمت ازاي؟ وبعدين جت الميه اتقطعت، فيقول لك انا الوقت وضوئي صحيح ولا اروح اتيمم؟ اصلي بيضه ولا اتيمم؟ فهمت ازاي؟ ما هو لو الميه كتير هتقول له قوم يا اخي ابعد عني وتوضى تاني يا اخي وخلاص. ما هو ده مش كلام فقيه، اما يقول له قوم اتوضى تاني وخلاص ما هو مش فقيه. الفقيه لازم يجيب له حل، يقول له اه او لا. يوم ما يقول له قوم اتوضى تاني يبقى بيقول له اتوضى تاني على الوجوب، بحيث لو ما فيش ميه يقول له اتيمم، ما ينفعش تصلي كده. ادي الفقيه. انما الغير فقيه يقول لك احتياطي وخلاص، يعني انا هخسر حاجه الحنفيه فيها ميه. فاهم؟ يبقى لما ينوي رفع حدث مطلقا يرفع كل الاحداث. لكن لو عين حدث معين
فهمت ازاي؟ عين حدث معين، ان كان عامدا لا يرفع الا الحدث اللي عينه، فهمت ازاي؟ عشان متعمد بيضيق على نفسه، ما هو كل ما تضيق على نفسك الشرع يضيق عليك، لان كل ما توسع على نفسك الشرع يوسع عليك. اذبحوا بقرة، اي بقرة تقضي؟ قالوا لا، قول لنا اوصافها ايه، وقول لنا لونها ايه، وقول لنا هي عند مين، وقول لنا في اي حتة، ووزنها قد ايه. كل ما يقولوا سؤال يضيق عليهم يضيق عليهم يضيق عليهم لحد ما تبقاش الا بقرة معينة، مش اي بقرة بقى. فهمت ازاي؟ كلما زادت الاسئلة واللكاكة، وعشان كده الرسول يقول ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. لما واحد لما بيقول ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فوقف واحد قال له افي كل عام يا رسول الله؟ ما رضاش يجاوب. قام الراجل سأل تاني، افي كل عام يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الكلام، ما رضاش يرد عليه. ثالث مرة، افي كل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجب وما استطعتم. انا قلت لكم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، والامر تفعله وتبقى يعني تعتبر منقاد للامر في الشرع الشريف بفعل مرة، لان الامر لا يقتضي التكرار الا بقرينة. فلما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، يبقى لا يقتضي التكرار الا بقرين، يبقى معناه لو عمل مره خلاص افهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك كده افهم، الامر لا يقتضي التكرار الا بقرينه. فهمت ازاي؟ انت دلوقتي قاعد تقول له افي كل عام، وانا قلت لك كل عام، انا بقول ان الله فرض عليكم الحج فحج، خلاص ذروني ما تركتكم. ما تضيقش على نفسك، احنا بنتكلم على واحد بيضيق على نفسه. بسم الله نويت رفع حدث لمس المراه، وهو كان بال ونام وعمل كل حاجة ومتعمد ومش جاهل، نقول له لا ودوقك كده باطل بقى، ضيقت على نفسك هنضيق عليك. فهمت ازاي؟ انما التاني جاهل مش واخد باله ما يعرفش. فهمت ازاي؟ او تشبث في ذهنه ان اقوى حدث عمله، هو شايف ان حدث لمس المرأة ده هو اكتر حاجة فاكرها، في حين ان هو لمس امرأة وبال وتغوط ولمس ذكر وعمل كل حاجه، بس هو الحاجه اللي علقه في ذهنه اكتر مس امراه معينه، واخد بالك ازاي؟ دي اللي فاكرها اكتر، فلما جت توضى دي اللي جت في ذهنه الحدث ده، نقول له وضوءك صحيح يرفع الكل، يرفع الكل ما تقلقش. فهمت ازاي؟ انما قال ما فيش الا دي، او نوى وضوء لما لا يفتقر لرفع حدث، ما ينفعش برضه. بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء لحضور درس العلم، نقول له وضوءك ده ما يرفعش حدث، لان حضور درس العلم يستحب فيه الوضوء ولا يجب، فلا يفتقر للوضوء اصلا. فهمت ازاي؟ فده ما يرفعش، النية دي ما ترفعش الحدث. بسم الله نويت الوضوء لحضور قراءة صحيح البخاري، ما هو ده يستحب عند حديث النبي انك تبقى متوضئ. نويت الوضوء لقراءة القرآن، ده مستحب مش مفتقر لوضوء، فما يرفعش حدث. كل دي نوايا ما ترفعش حدث، لانه نوى ما لا يفتقر لوضوء. فهمت ازاي؟ يستحب له ولا يجب. واضح؟ كل دي نوايا ما تنفعش، النوايا اللي تنفع هي النوايا اللي تسند الزير. فهمت ازاي؟ الزير ده اللي هو الوضوء، الوضوء ده هو الزير، لو النية مش محطوطة صح الزير يقع. فهمت ازاي؟ تبص تلاقي الوضوء باظ منه، فلازم تنوي نيه صحيحه. ده في الاصول، علم الاصول. يا ايها لا ده في علم الاصول عند الاصوليين، علماء الاصول دول ما فيهاش مذاهب. علماء الاصول دول ما عندهمش مذاهب. واخد بالك؟ دي اصول الفقه اللي هي معرفه ادله الفقه اجمالا وحال المستفيد. يعني مثلا لما يجي يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرت بالصلاة والسلام على النبي.
فهل هذا الأمر تكون منقادا له لو فعلته مرة في عمرك ويبقى بقية المرات كلها سنن؟ يبقى أول صلاة على النبي قلتها في حياتك هي دي اللي فرض، واخد بالك ازاي؟ وبعد كده كل اللي قلته بعد كده بقت سنن مستحبات، واخد بالك ازاي؟ ولا بيفرض عند حال معين، كل ما يتوفر هذا الحال يجب الصلاة على النبي فيها. اختلف الفقهاء، المالكية قالوا هو يفرض على الإنسان مرة في عمره وبقية عمره كله سنن، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة سنة، واخد بالك ازاي؟ ده رأي المالكية. الشافعية قالوا لا، الصلاة على النبي واجبة في كل صلاة شرعا، وفي غير الصلاة سنة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عند ذكر النبي، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يسن لك أن تصلي عليه، بل صارت من شعائر المسلمين. أول ما تقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يقولوا بصوت عالي صلى الله عليه وسلم، خلاص دول مسلمين. إنما ما تروح هناك في أوروبا وتدي محاضرة وتقول قال رسول الله، تلاقي الصالة كل اللي قاعدين يسمعوك ما فيش صلى الله عليه وسلم، كفار. تعرف أنهم كفار، لأن صار الجهر بالصلاة على النبي شعيرة من شعائر الإسلام والمسلمين. فهمت إزاي؟ وعشان كده يسن عند ذكر اسمه رفع الصوت بالصلاة عليه. فهمت إزاي؟ ليه؟ علشان تصير شعيرة ويبقى من نوع رفع الذكر، ورفعنا لك ذكر. ده رأي الشافعية يعني. يبقى الشافعية حملوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الوجوب في الصلاة، المالكية قالوا على الوجوب مرة في العمر. واضح؟ في علماء تانيين ووجه عند الشافعية حملوها على الوجوب في الصلاة وعند سماع اسمه، واخد بالك ازاي؟ وفي ناس قالوا في الصلاة وعند سماع اسمه أول مرة في الجلس الذي في المجلس الذي ذكر فيه اسمه عدة مرات تبقى واجب، ثم بعد ذلك يسن بالتكرار في المجلس الواحد. لو تعددت المجالس يبقى يجب عليك كل ما يتعدد المجلس أول اسم للنبي صلي عليه على الفرض، وبعد كده لما يتكرر ذكر اسمه بتصلي عليه على السنة. يبقى كل دي مبنية على إيه؟ على أن الأمر يقتضي التكرار ولا الأمر لا يقتضي التكرار، يكفي فيه مرة؟ دي في الأصول. فهمت إزاي؟ بيقول وهذا بالنسبة للصحة، يعني لو نوى الصلاة لدفع غريم أو نوى الوضوء للصلاة وللتبرد. احنا قلنا للصلاة وللتبرد يجوز، بس هيقل ثوابه للتشريك، لكن يصح ويصح وياخد ثواب عليه، لكن ثواب أقل لما ينوي العبادة خالص. كويس؟ كل ما يدخل نسبة عادة في وسط العبادة على قدر نسبة العادة دي بيخصم ثواب حتى تصير العبادة خالصة. فهمت ازاي؟ لكن لو نوى الصلاة لدفع غريم محض بس، مش للصلاة ولدفع الغريم، لا، لدفع غريم بس. فهمت ازاي؟ داخل في الصلاة لدفع الغريم بس، يبقى نقول له صلاتك صحيحة ولا ثواب عليها مطلقا. فهمت ازاي؟ ده رأي. انما لو نوى الصلاة ودفع غريم صحت صلاته وله ثواب بقدر نسبة نية الصلاة قد ايه؟ ربك اللي يوزنها بقى سبحانه. أما بالنسبة للثواب فقد اختار الغزالي فيما إذا أشرك في العبادة غيرها، إذا أشرك في العبادة غيرها كتجارة وحج، قال نعتبر الباعث، اعتبار الباعث على العمل، ده الإمام الغزالي يقول نعتبر الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له بقدره من الأجر، وإن تساويا تساقطا النص بالنص. واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا، وكلام الغزالي هو الظاهر من حيث الدليل إن يقل بقدر. ونقف على الفرد الثاني من فرائض الوضوء وهو غسل الوجه، نخليه بقى إيه؟
إن شاء الله الجلسة القادمة، لأن في واحد بعت لي 5 أسئلة، صدق 5 أسئلة، فهنجاوب بقى دول ونقيم الصلاة. نرجو إعادة شرح نية الاغتراف بعد غسل الوجه الغسلة الأولى، وهل تنطبق على الوضوء من الأواني فقط دون الصنبور؟ طبعا نية الاغتراف لما تكون بتغرف بإيدك الوضوء، يعني حاطط المية في حلة ولا في بانيو وانت بتاخد بإيدك كده وبتتوضى، بتغرف بإيدك، هتحتاج ان نية الاغتراف. ليه؟ لان عندنا الماء المستعمل في رفع الحدث ما ينفعش استعماله مرة اخرى، فهمت؟ صار ماء مستعمل ان اختلط به الحدث خلاص، والماء ليس عنده القدرة الا رفع الحدث مرة واحدة، ما ينفعش يرفع حدث وبعد شوية اروح رفع به حدث تاني، ما ينفعش. فلازم الماء ده يستعمل لرفع حدث لمرة واحدة. فانا لو باخد حاطط المية هنا قدامي في اناء متسع كده زي حلة مثلا او شيء من هذا، وبعدين بقول بسم الله نويت الوضوء، ورحت واخد كده وغاسل بره الاناء، واخد كده بغرب بايدي زي ما بعمل، اول ما اقول بسم الله نويت الوضوء لا يرتفع الحدث عن اليد الا بعد غسل الوجه، لان ده ترتيب الحدث ما بيخرجش الا بعد غسل الوجه، فهمت ازاي؟ ده حدث اليد، فانا مش محتاج نية الاغتراف في الاول، لان الحدث مش هينزل من صوابعي، هيفضل ليه؟ ايه اللي منعه انه ينزل؟ ان لسه ما غسلتش وجهي، مش كده برضه؟ ده اللي منعه، لان ما ينزلش الحدث ربنا رتبها كده، الحدث ما ينزلش من الايد الا بعد ما تغسل وجهك، فهمت ازاي؟ يبقى في الحاله دي بروح انا غارف كده واغسل ايدي واروح متمضمض وانوي النيه المعتبره اللي احنا شرحناها، اي نيه من النوايا المعتبره، بسم الله نويت فرض الوضوء، وبعدين اتمضمض واستنشق، وبعدين ايه غرف كده ونوى تاني فرض الوضوء مع اول غسل الوجه، لان دي النيه المفروضه بقى وقتها، وراح غسل الوجه اول غسله، وراح مادد ايده تاني عشان يغسل الغسله التانيه، اترفع الحدث عن كفه، سابه في الاناء، ساب الحدث في الاناء، فصار الاناء الماء فيه مستعمل، فهمت؟ صار الاناء الماء فيه مستعمل، ففي الحاله دي بعد غسل الوجه للمره الاولى يروح ناوي الاغتراف عشان يحول ايده الى اداه للاغتراف عشان يمنع منها رفع الحدث، ها؟ في تاني مره لغسل الوجه، لان هو الحدث يرفع من الايد بعد غسل الوجه ولو مره واحده لان ده الفرض، فهمت؟ فيبقى تاني غسل للوجه هيغرف، يروح ناوي الاغتراف بقلبه، نويت الاغتراف لتكمله الوضوء بقلبه كده مش شرط بلسان، ويروح غسل وجهه مرتين، ويروح واخد وغسل دراعته واخد، فهمت نيه الاغتراف سهله؟ سهله خالص. ها؟ ها. سؤال الاولاني بيقول مريض طريح الفراش ويستطيع اهله تحويله الى القبلة لكي يصلي، ولكن سألوا احد الاخوة فقال لهم يسقط عنه استقبال القبلة، فما حكم الصلوات التي صلاها وهل عليه الاعادة؟ اولا ما تسألش احد الاخوة في الدين، لان الدين ده انظر عمن تأخذ دينك، واصل الناس بتفتكر ان كل ما طالت اللحية كل ما زاد علمه، وكل ما اصفر ثوبه وطالت اللحية وبقى كده وشه كشر يبقى علامة كبير قوي يروح يسألوه ده، لا المسألة مش كده يا سيدي، ممكن يبقى واحد حليق اللحية وعلام، ممكن واحد يبقى لحيته قد كده اهو وما يعرفش حاجة، فهمت ازاي؟ يعني الحكاية مش كده، زي الراجل اللي كان لابس عمة كبيرة كده وجاي له جواب ما بيعرفش يقرأ، فقابل واحد كده ماشي في الشارع لا لابس عمة ولا يحزنون اوفرول كده وعام، يقول له بتعرف تقرا يا ابني؟ اقرا لي ده. قال له عمة وبتاع، قال له طب خد البس اقراه، راح قلع له العمة ولبسها قال له اقراه. فالحكاية مش مظهر، يعني الحكاية مش مظهر، فانت ما تسألش في الدين بالذات، في الدين ده الدين امر هام، انت ما تسألش في صحتك اي طبيب، صحتك بتروح لاي طبيب؟ اول ما تعي مين احسن واحد في المجال الفلاني لو تروح له، ولو تستنى شهر تحجز، صح ولا لا؟ صحتك يا عم، صح؟ طب دينك اولى من صحتك، الرسول يقول لك دينك دينك لحمك ودمك، مش الحديث كده؟
دينك دينك لحمك ودمك، أشد من لحمك ودمك. يبقى ما تسألش في الدين إلا الواحد تكون عارف علمه إيه. فهمت إزاي؟ مش عارف روح دار الإفتاء، اسأل هناك في علماء قاعدين، واخد بالك إزاي، بيتقبلوا منك الأسئلة لحد الساعة 4 العصر، من 9 الصبح ل 4 فاتحين بلا مقابل، تروح وتقعد معاه ساعة واتنين ومش عايزين حجز سابق. يمكن أي وظيفة تانية يقول لك بالحجز السابق، ولو رحت تستشير محامي في قضية يقول لك ادفع استشارة، واخد بالك، قانونية. إلا علماء الدين جزاهم الله خير بالتليفون وبتاع ببلاش، فالحمد لله. يبقى ما تسألش الإخوة، أول حاجة نفهمها هنا، ما تسألش الإخوة. الإخوة على عيننا وعلى رأسنا، بس ما تسألهمش في الدين، لأنه قد يكون جاهل، أو قد يعلم إلا مذهب واحد، أو قد يكون بيعبد الله عبادة صحيحة على مذهب هو لا يعلمه أصلا، لأنه مقلد، هو شاف الناس بتعمل كده بقى يعمل زيهم، فعبدته صحيح على مذهب، تيجي تسأله ما يعرفش يقول لك حاجة. فهمت إزاي؟ فتاخد بالك من الحتة دي. لا يسقط استقبال القبلة عن المريض، لا يسقط استقبال القبلة عن المريض، لأن ممكن توجيه السرير في جهة القبلة، دي سهلة. ده لو هو قاعد في المستشفى يلم الحكيمات والتمرجيين، القبلة فين يا جماعة كده، طب اعدلوا لي السرير كده اهو، علشان لما اجي ارفع دماغي كده ابقى واصص للقبلة. سهل. ده في أي حتة تتم يعني. لأنها ما فيهاش عسر. طالما ما فيهاش عسر. معرفش. لا، استقبال القبلة ده واجب، ولا يسقط إلا في ركوب الايه المركب، او على السائل المسافر، على الدابه، او عند الطائره، في الطائره في احوال معينه، لان صعب تروح لبتاع السفينه القائد السفينه تقول له لا انا حصل لي الظهر وهتحول عن القبله خليك كده، يقوم يخرم على حته تانية، ما ينفعش. فاهم؟ وان كان السفينه ممكن تتوجه للقبله، لانها ايه واسعه، ارض زي الارض واسعه، فبتشوف القبلة ازاي، وكل ما تحود تحود، فتلاقي نفسك في كل ركعة الى قبلة شكل تمشي، يبقى صلاتك صحيحة. انما ده في الفرض، في الفريضة. انما في النافلة يجوز تصلي الى جهة السفر في النافلة، احنا بنتكلم في الفريضة. يبقى لا يسقط استقبال القبلة عن المريض، ومقصود باستقبال القبلة للمريض اللي بيصلي من جلوس او من نوم، ان يبقى لما يبص على بوجهه كده يبقى ايه شايف القبله قدامه، يعني كأن هتبقى رجليه للقبله، بحيث لما تحط مخده يبقى باصص للقبله، يبقى في الحاله دي صلى فلا يسقط. والصلاه التي صلاها هل عليه الاعاده؟ اذا كان في مرض يبرأ منه يبقى يعيدها لما يبرأ، اذا كان في مرض يرجى برؤه، ان مرض لا يرجى برؤه ومرض الوفاه نرجو ان يعفى عنه ان شاء الله. متى يسقط عن المريض الوضوء؟ يسقط عن المريض الوضوء اذا كان استعمال الماء يضره في اعضاء الوضوء، يعني الجراحة موجودة في اعضاء الوضوء واستعمال الماء يضر، يبقى سقط عنه الوضوء. وحل محله التيمم. فهمت؟ هل عدم استطاعة قيامه لجرح، افرض عمل جرح بطنه، أعضاء الوضوء سليمة، بس يجي يقوم صعب قوي. فهمت إزاي؟ وما فيش حد قاعد معاه بيقومه، ولا في حد قاعد معاه يجيب له المية لحده يوضيه، يبقى هنا يتيمم، لأنه أصبح هنا فقد الماء حكما مش حسا، يبقى فقد الماء حكما وليس حسا، كمن وجد الماء في بئر في الصحراء وعند البئر أسد، هيروح ياخد المية الأسد هياكله، يقوم يتيمم ويسيب البير اللي عنده الأسد، لأنه يسموه فقد حكمي مش حسي، يبقى قدامه المية بس الأسد هنا، أو جاي للبئر بس لقى إيه حنس، يعني تعبان كبير قاعد في فم البئر، خلاص بقى الشرع مش هيقول لك روح انتحر مع الحنس، خلاص سيب وتيمم وصلي، يبقى اسمه فقد حسي حكمي مش فقد حسي، فقد يكون فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجد حسا أو حكما، حسا يعني مش شايفها فعلا غير موجود فعلا، أو حكما يعني موجود لكن ما عرفش استعمله لمانع متعلق بالماء أو لمانع متعلق بالمستعمل نفسه كجرح أو عجز عن الوصول إليه. فهمت إزاي؟ كل دي أسباب تمنع. يبقى له التيمم إن عجز عن الوصول إلى الماء
أو لم يجد من يوضئه في فراشه، فإن وجد أو كان غنيا يستطيع أن يعين موظف وجب عليه تعيين موظف. فترة مرض يقول له تيجي تشتغل عندي هنا العشر أيام بتوع العملية، هديك في كل يوم 5 جنيه، هديك 50 جنيه، تيجي وقت الفرائض بس مش عايزة غير كده، تسمع أذان الدور تروح خبط على الأوضة تيجي توضيني تمشي تاني، تسمع أذان العصر تيجي توضيني، وهديك على كل مشوار ده 1 جنيه 2 جنيه. راجل غني بقى ما يبقى وجب عليه في الحالة دي ان يوظف واحد يوضيه لحد ما يخف ويقوم بالسلام، طالما عنده مال. فهمت ازاي؟ ما عندوش مال وعامل العملية في مستشفى مجاني وراجل غلبان على قد حاله. المصريين على فكرة في المستشفيات المجاني يسألني خدومين بشكل، لو قال بس في القرايب العيانين اللي جنبه يا ده هيشيلوه شيء. المصريين خدومين جدا، يعني انا ساعات قاعد مرافق واحد في اوضه فيها 6 سراير يقوم بال6 سراير، لان مش معقول هتقعد امتى بقى مع كل سرير مرافق تلاقي في الاوضه بقى 12 نفس. فبنروح قاعدين مرافق واحد على عيان واحد، بس نختار واحد في توه كده يكون صحته شكله حلو كده ناخد بقى عشان يعرف يقوم بخدمه الكامده دي، وبيعملوها بطيب نفس. المصريين عندهم طيب نفس وعندهم شفقه ورحمه. فلما هيقول له يا ابن الله يكرمك تعالى وضيني، هيقول له حاضر. وبعدين انت بقى حبيت تشوف كده تجيب له هديه تعمل له حاجه، دي حاجه بينك وبينه، دي مساله تانية. يبقى لو وجدت، ما وجدتش خلاص اتيمم يا سيد. واذا كان المرض يرجى برؤه بعد ما تخف هتعيد الصلاه تاني، يبقى تيممت مراعاه لحرمه الوقت وتصلي، وتعيدها وضوءا تاني مراعاه لاداء الصحه. فهمت ازاي بقى؟ هتيجي الحاجات دي كلها في حكم التيمم سهله. يعني هل يجوز وضع الاموال في البنوك الاسلاميه مثل بنك فيصل السعودي الاسلامي؟ وهل المعامله فيه بالمرابحه الاسلاميه ام لا؟ واي بنك يعامل بالمرابحه؟ نروح دار الافتاء نسالهم، لانه امر خلاف، الامر خلاف التعامل في البنوك ده امر خلاف، الفقهاء اختلفت نظرتهم فيه. فاللي ابتلي بهذا الامر ومضطر يتعامل مع البنوك يروح دار الافتاء يقعد، ياخد بالك ازاي، يشرح احتياجه ومدى الضرورة وايه بالظبط، ويتعامل مع اي بنك ويسأل الفقيه اللي هناك اي بنك تنصح وهكذا. هل يجوز لاحد ان يلصق اعلان خاص على جدار المسجد من الخارج؟ اولا يجب ان يكون الاعلان الخاص زي اعلان افتتح عيادة خاصة، افتتح مكتب مثلا تشطيبات ومقاولات، افتتح ورشة حداد، دي اعلان خاص. وبلاقي ان المسجد الناس بترتاد عليه واخد بالك، فعايز الناس تعرف عنوانه الجديد. يجوز انه يعمل كده على جدار المسجد بعد استئذان المسؤولين عن المسجد، فان لم ياذنوا ما يعملش، على حسب استئذان المسؤولين عن المسجد. شايفين المسؤولين، وانا اظن المسؤولين عن المسجد حاجه من الاثنين، لو لقوا الحكايه كتيره كده هيقولوا والله الاعلان هناخد عليه ارضيه، لان احنا عايزين نغير الموكيت بتاع الجامع، هتحط الاعلان على باب المسجد اليوم هيقف عليك ب10 جنيه، هنحطه شهر هناخد منك 300 جنيه، موافق؟ حط، واخد بقى، عشان احنا هنغير الموكيت. يا ما يجراش حاجه طالما هيحولوها الى مصلحه عامه ما فيهاش حاجه، لان قد يكون المسجد ده في حي تجاري، فلو فتحنا الباب على مصراعيه هيبقى جدار المسجد ده لوحه اعلانات، صح ولا لا؟ فيبقى الحكايه عايزه يعني ضبط شويه. لكن على اي حال هو مش محرم شرعا يعني، لانه مش انشاد ضاله، مش انشاد ضاله، انشاد الضاله داخل المسجد هو اللي حرام داخل، لكن خارج المسجد مش حرام. هو بيقول خارج المسجد، لكن لا يصح تعليق الاوراق اللي بيطبعها الجماعه الوهابيه اللي مليانه اخطاء. عقيده كل مسلم، حقك تشطب مسلم وتكتب مبتدع، عقيده كل مبتدع، ويعلقوا يفتكروا ان دي عقيده المسلمين، دي عقيده المبتدعين، دي ما تتعلقش لا داخل المسجد ولا دي ولا في المرحاض، لان فيها ايات قرانيه استدلوا بها على غير وضعها احتراما للايات المذكوره، ما تحطهاش حتى في المرحاض، واخد بالك. المفروض يصدر راي من الفتوى من دار الافتاء ومن الاوقاف بمنع مثل هذه الملصقات الا بعد عرضها على لجنه المسجد الدينيه عشان تقرا الماده العلميه اللي فيها، واذا كانت صحيحه يعلقوها للناس تستفيد، وان كانت خطا ما يعلقوهاش للناس عشان ما ينشروش الخطا. اخر سؤال، رجل مريض عليه نجاسه من بول او غائط او حدث اكبر ولا يستطيع الغسل او الوضوء بسبب الجروح في جسده، ولكن في غير اعضاء الوضوء، لكن اعضاء وضوءه سليمه،
فهل يسقط عنه الوضوء ويكتفي بالتيمم؟ ما احنا قايلين ان الميسور لا يسقط بالمعسور، احفظها قاعد، الميسور لا يسقط بالمعسور. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ائتوا مما امرتكم ما استطعتم، مش كده برضو؟ الراجل ده اصابته جنابه، يعني احتلم وهو عامل جراحه، والجراحه دي في بطنه ممنوع يغتسل، لكن اعضاء وضوءه سليمه، يقوم يعمل ايه؟ يتيمم عن الحدث الاكبر ويتوضا للحدث الاصغر، لان الوضوء ميسور والغسل معسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. فهمت القاعده؟ طالما فهمت القاعده اي حكم يجي لك واي صوره بقى تعرف تطلعها حكمها، طالما عرفت القاعده. بيقول لك الضروره تقدر بقدرها، الضروره تقدر بقدرها. فهمت المساله بقى؟ لكن لو كان اصابته جنابه وكانت الجراحه في اعضاء مشتركه بين الوضوء والغسل، فهمت ازاي؟ يبقى سقط عنه الغسل ويتيمم عن الوضوء عن الحدث الاكبر والاصغر، وعليه الاعاده بعد ما يزول ويبرأ، يبقى يتيمم ويصلي، واخد بالك ازاي؟ لادراك الوقت، ويعيد لما يبرأ من مرضه ان كان فيه برء، واخد بالك، لادراك الصحه. في صوره كمان، ان كان المانع في اعضاء الوضوء والغسل والتيمم، يعني عامل العمليه في وشه، ووشه ده لازم يغسله في الغسل، ولازم يغسله في الوضوء، ولازم يمسحه بالتراب في التيمم، يبقى لا يعرف يتوضا ولا يغتسل ولا يتيمم، يعمل ايه؟ يسموه فاقد الطهورين، يبقى سقط عنه الوضوء والغسل والتيمم، ويصلي على حاله، ولكن لا يقرأ إلا الفاتحة لضرورة صحة الصلاة، حيث أنه على جنابة، والجنب لا يقرأ القرآن، فلا يصح أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، لأن السورة سنة، ولا يجوز فعل السنة وهو مرتكب يعني الجنابة، يبقى في الحالة دي اسمه فاقد الطهورين. وإذا كان عليه حدث أكبر يقوم يصلي عند دخول الوقت على حاله، ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط، ما يقرأش أي سورة تانية، واخد بالك إزاي؟ وبعدين بعد ما يخف خالص يعيد الصلوات دي تاني، ولو كان مات واستريح يبقى سقط عنه، واخد بالك إزاي؟ وخد ثوابها والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون، وأفضل عن ذكر الغافلون، وأقم الصلاة.